السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهداتنا إلى عدد جديد من برنامج سلي همومك الذي يبث عبر قناة الوطنية تيفي. كما يقول، إذا القلب راه مهموم وكثر عليك الهموم ما عليك إلا الاتصال على الرقم الموجود أسفل الشاشة فنحن في الخدمة. يشاركني في تنشيط هذا العدد فضيلة الشيخ جلول القسول إمام مسجد القدس بحضره. مساء الخير شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين ومرحبا بكم، ونحن كذلك نشكرك أنك دائما تلبي الدعوات على البرنامج. ربي يجزيك. موضوع اجتماعي وله أهمية بما كان، لابد من توجيه والنصح في هذه الحالات يعني. وهو كذلك الجانب الشرعي والديني، لابد كذلك من وجود الجانب القانوني، وعليه نرحب بالأستاذ إبراهيم صحوان. أستاذنا مساء الخير، مرحبا. مساء الخير. مساء الخير جدو حسان، أهلا بك أنت يا ثاني وبالمشاهدين الكرام. شكرا أستاذي، وكذلك نشكرك أنك دائما تلبي طلب البرنامج للإستشارات كل ما يتعلق بالجانب القانوني، بما أنه المواضيع اجتماعية احنا هنا في الخدمة. وهو كذلك، شكرا سيدي الكريم. إذن منين نبداو وراش راح نقوله؟ في بعض الأحيان نقوله الطمع، أن واحد المثل الشعبي في الجزائر يقال الطمع يفش سد الطبع، بمعنى أن الإنسان يختلف. كان أمور واضحة، يا إما من عند ربي سبحانه وتعالى، يا إما من الجانب الديني، يا إما من الجانب القانوني. وكان واحد الأمور أن ربما شحنا كل راح ندي مكان فضيلة الشيخ، كان بعض الأمور في الدين، أن إذا كان المولى سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة، لكن كيف هنصلوا الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والشفع والوتر والفجر والصبح، نلقوها في السنة. كيفاش طريقة فرض علينا الزكاة، كيفاش نزكو، نلقوها في السنة. كل الأمور المتعلقة بالجانب الشرعي موجودة في السنة التنفيذ، لكن شيء واحد للمولى سبحانه وتعالى خصص له آيات وكان هو تكفل بتقسيمها، وهو الميراث. موضوعنا اليوم يتعلق بالميراث، موضوعنا اليوم يتعلق بالوصية، موضوعنا اليوم يتعلق بالهبة. وعليه رحب بالسيدة اللي حضرتنا من ولاية داخلية، جات باش تحكي هم من الهموم والطمع، من طمع تاع بعض الإخوة، ألا وهي أم محمد. اللي رحبوا بك سيدتي الكريمة، مرحبا بك، مرحبا بك للبرنامج، وإن شاء الله يا رب من خلال قصتك أنت كل مشاهد اللي راه يشاهد في البرنامج راح تكون عبرة، وإن شاء الله كما يقولون نحركوا واحد الحاجة في هذا الإنسان، أنك في يوم من الأيام ستغادر الدنيا، واش راح تدي، واش من أموال، واش راح تروح، ما راح تدي غير طريف قماش ومش سترة. بدا إذا لقاوك ودفنوك وتكفنت، أو كان بعض الناس ما يلقاوه ما يدفنوه، يروح بورتي ديسفار يعني. المهم أم محمد، قصتك تتعلق أن عندك الأخ رحمة الله عليه عنده حوالي 6 شهور من توفى في جوان 2022، كان مريض في 2018 كان مريض بوباء، أو مش بوباء، بداء سرطان حفظنا الله وإياكم منه. بعد يعني حوالي 4 سنوات الإنسان فارق الدنيا. كي فارق الدنيا إنسان غير متزوج ولم يسبق له الزواج من قبل، بمعنى ما تزوج، راح سيليباتير، توفى سيليباتير، إنسان لباس به من ناحية المادية، عنده عقارات، عنده أملاك، خلى أمر أخوك هذا واش دار بعد وفاته؟ هو قبل وفاته خويا قبل وفاته خويا مرض في 2018. الأطباء كتعرف العلم واش يقول، قالوا له 6 شهور مثلا، 6 شهور ما تزيدش تعيش، باسكو جه سرطان ومشالوا راسه. كان ستاد كات، وفضل ربي وفضل كشما خير دير، ولا ربي خليه، لا ربي يعلم واش لا خليه 2022. نعم. حتى 2022 بات توفى ربي يرحمه. في 2019 راح دير عقد هبه لاخته، لاخته الكبرى، ندير فيها الثقه، قال لها كتب لها واش كتب ربي من العقارات، يعني الاموال ما خلالهاش دراهم، خلى العقارات، دير لها عقد هبه باش المشاهد يفهم، والشيخ الاستاذ جلول الاستاذ المحامي كي يقولوا الهبه
هل وهب لها كل أملاكه أم مجموعة من الأملاك؟ مجموعة وخلى جزء للورثة، خليهم بمعنى واش عنده كعقار، واش عنده كتركة، من التركة قال هذا الأمور، قال كذا وكذا وكذا، ويروح هيبة إن دوناسيون، هكذا في القانون إن دوناسيون سيسال هيبة إن دوناسيون الأخت اللي من أخته الكبيرة، الكبيرة عندها حوالي 56 سنة في عمرها، 56 كبيرة عليه بحوالي 6 سنين، 4 سنين، هو زيد هو 52 هي 56، هي خلى لها مجموعة من التركة وهبها لها، وهبها لها في 2019. وهب، هل خلى لها التركة وهبها لها باش تديها أم كانت عنده وصية فيها؟ عنده نية، قالها نخلي لك باش، هو كان تجا قبل ما حدش روحه بلي توفى ربي رحمه، كان سبورتيف، كان إنسان كان يدير في الخير قبل ما يموت، يعني من مشي نزكي في خويا ولا قالها مشي تديهم، هي تديهم لها باش تبني له كاعد مش متزوج، باش تدير له صدقة جارية عليه، مسجد ومدرسة قرآنية، وتتكفل بالأرامل بالأيتام، وقالها الخاوة تاعك اللي تلقاه محتاج عاونيه كيما نقولوا بالحاجة المعقولة كيما نقولوا واش يحتاج، وخلى شوية هكذا جزء باسمه هو باش نديو احنا الورثة من الأموال، من الأموال الأخرى اللي ما عطاهم لهاش. في 2022 23 جوان توفى ربي يرحمه، رحمة الله عليه، كي توفى من بعد أخاوتي حبوا يعرفوا الأموال وين راحت وكلش، عيطت لهم النوتيرة الموثقة، قلت لهم ها وش كان وش كان، أي واحد ما يحبش النفس طماعة كيما راك تهدر، ما عجبهمش الحال. من بعد عندي خويا قال لهم نظر خلاص هي بون، قال لهم واش قالنا خونا نديروا سلكوا الحاجه الفايده المليحه، نسلكوا له الدين باسكو خلى شويه دين. نعم. والسيد شريكه اللي خلى معاه الدين دير معاه تعاقد، قال له كي نبيع لابارتومون بان نقدر نسلكك في الدين تاعي. بمعنى اخوك اللي توفى عنده دين. واحد يسال له دراهم. صح، شريكه كيما نقولوا. المهم يسال له دراهم، شريك ولا اي انسان، والدين راه صعيب امر عظيم عند المولى سبحانه. يعني قال له اعطيني دراهم، قالوا التجاره حابسه، قال له بصح واحد مني كي نبيع لابارتومون رانا نسلكوا لك دينك، مانيش هرب من الدين تاعك. توفى خويا قاعد الدين هذاك معلق. ومن بعد عندي واحد من الاخوه قال لك لازم، هل سدد الدين ولا مازال؟ مازال لوك لحد الان معلق. واحد من خاوتي هذا قال نتلموا شوي شوي ونسلكوا الدين تاع خونا، تفاهمنا مليح من ومن بعد ولات هي قالت لهم نعطيكم نتنزلكم على واحد العقار. العقار يلحق 7 ملاير. قلت لهم وخليوني ندير وصيه تاع خويا، ما تديرونجيونيش، ما تعرقلونيش، باسكو ميم هي كوني دوكا في الشرع، الشرع كاع على بالك الدال يطول ما على باليش 5 سنين 10 سنين. قلت لهم غير تعرقلوني، وراي وراي الهبه ما تسقطش قانونيا، ما تسقطش. ولات قلت لهم نعطيكم هذاك العقار، وخويا هذاك قبل وتفاهم مع الورثه كامل وقناحهم وكلش. كانت شويه الوالده تاعنا شويه معارضه على واحد البنايه هكذا، قالت لك نسكن فيها انا، قالت لها نشري لك فرض، ما نعرفش مش راح نفرط فيك خويا المرحوم، خلي لها، قال لها شري الوالده ابارتمون ابكات، قال لها سكنيها في الريتشوسي وقعدي انفقي عليها، يا تموت قبلك ولا تموتي تسمع، خلي لما باش ما تروحش من ولا من. قبلوا كل شيء. ومن بعد تعرف الشيطان، عندي اخواتي بنات، زوج بنات، هذيك ما قبلش، قالت لك فندي انا مثلا 500 مليون ولا 700 مليون، الاخرى قالت لك انا ثاني عندي ولادي، حوسوا على الملايير. خويا هذا كان عاقل مكالمي، نزغوه ولا نوضوا حرب عالميه. انا البيوت اللي جيت هنا، انا ماني قابله اختي الكبيره هذه عزيزه عليا، مش قابله تموت هي ولا ولادها، وخوتي ثاني عزيزه عليا، رغم قذفوني قالوا بلي راهي زورت معها وراي دارت وراي تعطيها في المصروف وراي تعطيها، وانا ربي شاهد عليا ما تعطيني لا في مصروف، ما زورت معها، ما زورت هي، العقد تاعها صحيح عند ربي. انا خوتي يكون بعيد شر او نحولها الملايير، ويموت لي خويا ولا واحد ولا زوج، يدخل السجن، هي تموت وما يروحوا للسجن، وراهي اللذه تاع الحياه. خويا في السجن كون يخلي لي الملايير ما راحش نتلذذ بهم. اختي ثاني كون تموت ام ولادها يورثوا، زعما كون دوك يقتلوها. ام محمد انت قلتي نزور، الناس كي تزور هكذا، الناس كي تزور، انا نهار اللي نروح ندير بتزوير باش نزور باش ندي كي انا كي يتهموا ام محمد ويتهموا الاخت اللي عندها الوصيه وكتب لها اخوها الهيبه، يعني كي تزور على الهيبه باش تديها. لكن الشيء حسب الاقوال، واش انا نسمعوا احنا واش يسمع المشاهد الكريم، انكم كي تقولي باللي هي تقولوا مخليني ننفذ الوصيه تاع خويا اللي قالها لي،
خوها راه يقول هذه التركة كامل من التركة كذا وكذا وكذا أنا نديرها هبة لأختي ونوصي أختي نثيق فيها باش نفذ الوصية ديالي بهي هي الوصية تاعو واش كان واش تقول الوصية تاعو ما باش يعرف المشاهد الأخ واش دي موظف الوصية بناء مسجد بناء مسجد ومدرسة قرآنية مدرسة قرآنية وجمعية خيرية باش تكفل بالأرامل والأيتام المطلقات اللي كان قبل ما يتوفى كان متكفل يعني والحمد لله انا وحده كيما انا ونصرني هو خويا اللي صرني شرى لي بارطما زوج شويه زوج تاعي توفى خلاني في الشارع ما عندي لا دار لا والو خويا اللي شرى لي المرحوم هو اللي شرى المرحوم شرى لي دار وغير هذا الشيء بعد من غير الوصيه هذه له وصاها انه باني مسجد قلت لنا بنا في بوشاوي مسجد عنده مسجد باني في بوشاوي يعني ودار البيضاء هو كي سمعوا قال لك خلاص هي بون قال لك بنا في الجامع احنا ما يجي بني احنا قال لك احنا اولى بالخير هذا احنا محتاجين يا روح دير الخير تاع الدراهم كون صدق كما يقولوا هكذا شيخنا كون صدق وكون سيدي راجل ودير الدراهم سيدي لا تسنى باش تورث من عند خوك استاذ حسان نزيد نقول لك قلت لهم خليوني نبني المسجد والمدرسه القرانيه كون يفضل كاس من دراهمه راني راح نتنازل لكم عليه سيدي كونوا معايا هكذا كونوا معايا سيدي نتوما معليش يا خاوتها يا خاوتها وراني يا خاوتها كونوا معايا كونوا انا هاد الاخت كونوا معاها ونفذوا الوصيه تاع اخوكم كونوا معاها يا سيدي راكم خايفين هي ما يقلقش مني ندي يا سيدي خفتوا بالك تدي كونوا معاها سيدي مع المقاول هذا راح يبني هذه المدرسه معاك كونوا معاها مانيش عارف انا بالك نروحوا للشيخ ربما هكذا السيده الكريمه والحصه مازالها المرحوم رحمه الله عليه نفذ يعني نقولوا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اذا مات بني ادم مات بني ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه قولوا معلو قولوا ابن يدعو له وعلم ينتفع به أمس الأخ ما عندوش الابن اللي ينتفع به لأنه لم يتزوج ولم يسقل له الزواج بمعنى ما عندوش اللي كي يموت كي راه في قبره اللي احنا لنا نترحمه عليه قال ربي يرحمه ما عندوش علم ينتفع به بمعنى دار دي ريشيرش ميديكال اختار عدوى اختار فاكسة الكورونا باش نحات ما كاش هذا ربي يرزقه بمال من المال هذاك خصص مبلغ مالي أنه يبني مدرسة قرآنية ويبني مسجد لكل صدقة جارية من المفروض خاوته ما ديمونداش باش يدير حاجة لأمر بما لا يرضي الله من المفروض خاوته شيخنا مانيش حاب ندي مكانك بارك الله فيك تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وبارك على سيدنا محمد الكريم القضية فيها عدة رسائل للمجتمع وللمشاهد الكريم لأن كل ما يتعلق بالمال أصبح في العائلة أو في العوائل كلها يعتبر بمثابة القنبلة الموقوتة. إحنا نتأسف لهذه الحالة لأن رانا في موت والموت كيفاش موت يعني مرض تاع السرطان. هذا الإساءة عوض أن هذه العائلة تتلف يعني تجتمع وتدعو له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة وتتصدق عليه فإذا به نجد أن هذه العائلة تشتتت وأصبح فيها تهديد وفيها وعيد وفيها عداوة متجددة هذا وش يعود إذا رجعنا للقرآن كما تفضلتم بأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حضر القسمة يعني قبل الآية التي ذكرتها كاين آية أخرى نعم. تتكلم على هذا الموضوع وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ومن بعد يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم صحيبة. الله يوصيكم صحيبة. يوصيكم الله في أولادكم مليكم. أنا أقول هذه القصة تاع الأخت الكريمة عندما نأصلوها ونفصلوها نجد أنها هي لا تتكلم عن الميراث لأن الميراث الآن هذه هو في حياته لازم المشاهد الكريم يعرف بأن الأب ولا الأم ولا يكون في حياته ويمد منه ولا يتصدق ولا يروح العمرة ما حتى واحد ما عنده دخل في الموضوع معناتها ما زال ما سموهش ميراث هذا هو المصطلح اللي لابد للمشاهد أن يفهم هذا الموضوع وهذا المعنى وهي أن ما تركه العيسى أو ما قام به أو وصية أو صدقة أو كذا وكذا فهذا ليس تركة ما تدخلش في الآية التي ذكرتموها وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وحي لو الحرية في 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 ماله في ماله رحل العمرة كما تفضل الأخ الكريم أهدى للناس
وقف شيء استصدق على الناس ولو مليم يبقى دينار. ومن يعمل مثقال ذرة خير ما عنده ما عندهم الورثة ولا الإخوان تاعو ولا الأهل تاعو ما عندهم حتى علاقة بالموضوع. صح. وقع هذا الأمر هذا باش نفصلوا الموضوع هذا. ما نقولوش احنا ورثة. الورثة الآن احنا نشوفوا بعد الموت يعني وقتاش ما تاريخ الموت تاعو. جوان تاع 2022. من 2022 نشوفوا ماذا ترك. إحصاء مثلا. ما بقي خلى 20 مليون خلى 30 مليون هذيك هي الآن تصبح تركة وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وهي معروفة في الشرع. كي تكون هناك وصية. ثم درك الآن ننتقل احنا نتكلموا على الوصية. الوصية في الحقيقة هي طاعة لله تبارك وتعالى. نعم. وأغلب كل الفقهاء متفقين على أن الوصية هذه ماشي الوصية. الهيبة. 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 أن هذه الهيبة هي طاعة لله تبارك وتعالى وفيها حسنات. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. فيهدي الإنسان لمن شاء طبعا بشروط هذه الهدي الهبة وأن يكون هذا المال تاعه طبعا وهو تاعه وأن يهدي الموهوب الموهوب له يعطيها الهبة والموهوب له يعطيها لأي الجار يعطيها الإمام يعطيها الجد حسن يعطيها النبو يعني أي إنسان فهو حر في تصرف في ماله يهب فهي وسيلة للتقارب وسيلة للتحابب وسيلة من باب قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. صح. الآن هي الأخت الكريمة عندما تفضلت بالكلام عن هذا الموضوع قالت بأن هناك هذه تعتبر وصية والوصية الوصية كما قالت هي لا وصية لوارث مثلا. أنا سمعت شيخنا لأن ربما سبقنا مع الأحداث الإخوة يعني اللي ضد تنفيذ الوصية لأن الوصية هي شفهية يعني فيربال مو بينها مع الأخت اللي عطلها الهيبة هما مستعملين هذا المست هذا اللي قال لا وصية لوارث يعني مستعملينها كسلاح لا أدرك إحنا المال أنا راهو على الأخت الثروة تاعه وما تركه وهبه لأخته وما يديروا لها والو ما يديروا لها والو أدرك الآن كي وهبوا لها علاش أنا لازم نفهمه حتى الناس ربما يسقسي والله يروحوا لي إحنا عندنا الحمد لله رب العالمين في كل ولاية مجلس علمي ناس علماء ناس فهم يفهموا مجموعة من العلماء والأئمة يطرحوا الإشكال أنا قصدي هنا قا هذه الرسائل اللي نقولوا فيها وهي ما تهوروش في الـ في الـ في, الـ في الحكم وما تكلموش بغير علم وما تجي أي واحد يدخل في هذا النزاع لأن هذا يعتبر هذا النزاع مش اللي يجي يفتي اللي يجي يفتي ولا اللي يجي يتكلم لأن يدخل فيها كل الناس يشاركوا لتشتيت هذه العائلة للإضرار بهذه العائلة لإزالة هذيك الروابط الأسرية لإزالة هذيك المحبة والتوادم بيناتهم ومن ثم يحل محلها وش العداوة تحل محلها البغضاء تحل محلها الانتقام تحل محلها أي أنواع من الآفات الاجتماعية نقدر ومن ثم حصلكم هذه من الأهمية بمكان لأنها تنبه الناس قبل ما نشكوا في أختنا ولا في خونا ولا في حدا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والناس اسالوا والناس الاخرين اللي يحبوا زياده النار وزياده الاشتعال وربما يساهموا كثير في زياده العداوه والبغضاء قولوا المستعمل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دونك الان احنا المشكل تاعنا وين عندما يروح يسقسي انسان يقول لا الوصيه مازال ما هوش مفصل الموضوع وبالتالي انا حبيت وقت الشيخ اسمح لي وقت هاد لا وصية لوارث وقت تتنفذ يعني هاد الحديث هل هو هذا بعيد عن بعيد عن الموضوع عندها مكان لتتبلاصل لا هذا أولا الوصية لها شروطها نعم وثانيا لو كان يوصي لازم قبل موته وبعد موته وكي يقول باللي كي الموت نعطوا لوليدي هذا الدار مثلا عندما نعرف بأن هذا هو عنده جزء من التركة ما يعطي ما تنفش لو كان يعطيها له كهيبة فيها كلام العلماء جازوا ذلك ولكن كواصية لا كواصية لا كشغل بحسوب يريد حرمان إخوته من الميراث كأنه يأكل حق الآخرين أو يبعد حق الآخرين ومن ثم هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعني قاسما وجاء راضيا وجاء يعطي لكل ذي حق حقه كل ذي حق حقه حبيت أنا مع الأخت الكريمة فهموها بأن هذا ليس ميراث نقطة أضلين يعني ليس
ميراث حتى نجيو عليه الاجراءات تاع تاع الميراث. شنو ليس ميراث بالنسبه بالنسبه للهبه ما تبقى من الميراث حسب الانسان ما تبقى من التركه هو لميراث بعد الموت بعد الموت لان هذا كان حي في الهبه كان حي توفى اذا ما نهضروش على الهبه هذه على اعتبار ان هذا يدي ولا هذا الاخ المتوفى ربي يرحمه برحمه الله عنده 10 ملاير مثلا قال انا من 10 ملاير هادو ندي 4 ملاير نديرهم هبه لاختي باش تكفل لي ونعطيها وصيه هاد 4 ملاير هاك تبقى 6 ملاير اللي تدخل في الميراث ما نقولهاش ميراث يقدر يبيع يقدر يشري يقدر يمد الاخرين المهم بعد هو في نيته توفى السيد خلى هبه مبلغ مثلا 4 ملاير للاخت قال اختي العزيزه هاد 4 ملاير ابني بيت الايتام هاد 4 ملاير ديري بهم صدقه جاريه ليا تبقى 6 ملاير واش اسمها 6 ملاير دي تبقى هذو دراهم وعادي كيموت لا كيموت يتبقى ميراث تبقى ميراث بمعنى التركه تاع الاخ اللي توفى اللي توفى في جوان المبلغ المالي خصص مبلغ مالي من الاملاك نتاعو إيه؟ اللي كفل الخطو اللي عطاها هبه الخطو بعقد موثق عند الموثق إيه؟ يقول هذا المبلغ المالي او هذا التركه هذا العقارات هذه بيعيهم وبيهم ابني مدرسه قرانيه وابني بيهم مسجد وبيت الايتام تتكفل بالايتام ولا تتكفل بالايتام ماذا اما اللي يبقى من املاكي بعد الوفاة اقسموه بيناتكم بارك الله هذيك بلا ما يقول اقسموه بيناتكم ينقسم هي استاذ اسمح لي هي اللي قالت لهم خليني نكمل نبني المسجد للخويا والمدرسه كون يفضل كاس الفرق نعطيها لكم لا هذه خاطئه هذه خاطئه هذه شوف هذه شيخ اذا كان ممكن نقطه مهمه ربما الاخت توضحها لنا مليح ما يكونوش بالك الاخوه والاخوات يعني المتابقين خاوتك لا شوف فهم انا نظن شوف فهم لا حاجه لا لا انا نظن معليش شغل ماشي محبين زعما الاخت قالت انت ودالك هبه ما تشاركيش معنا في ما بقى من الميراث ها مش هذاك هي قالت لنا نسمح بالميراث يعني حق نسمح فيه قالت نسمح فيه هو خاوتي لا راهم انا عندي خاوتي ماشي نفوخ ونزوخ بهم رجاله عندي خويا هذا في الصحراء كون يبيع الاموال تاعو كون يتبع صباط تاعو يبيعو على ديال خوه راح ما راحش المجلس العلمي كيما نقولوا تاع الفتوى تاع الصطيب راح واحد موش امام هو كان مع تاع الاخوه داني معاه وسمعت قال له ما قالوش ما فهموش باللي راهي هبه قال له راهي وصاها بعد الموت كي تموت هي اللي تكفل نطق هذاك الاستاذ ما نسميوهش ما كانش نعرف قال له لا وصيتها لورث وقال له ومش له عليه تسقط الوصيه كان خوك عنده نيه باه يحرمكم من الميراث تسمى هنا تسقط الوصيه كان انا ما عندوش حق باه يحرمكم من الميراث راكم الورثه والعلم لهذا المال ورزقه حقه تاعه ورزقه مش تاع بابا والله هذا هكذا فهموا باللي راهوك ما جاش عنده نيه بيحرمكم من الوراث كانت الوصية تاعو صادقة تكمل المسألة اللي قالها مقبيل الشيخ الشيخ جلوس قال أن ما همش كان بعض الناس ما همش أهل الفتوى يصدروا فتاوى لا مش أهل الفتوى احنا مع احتراماتنا للإمام أو المسؤول هذا اللي سأله ممكن ولكن كيفاش قدم له السؤال تحايل بارك الله فيك الان هو قال وصيه قدم السؤال باش يكون عنده الاجابه كما حب هو كما حب ودرك هو الان شيخ قدم له سؤال قال له باللي خونا كان يكرهنا ومش حبنا نورثو نديو دراهمو هذاك الشيخ الاستاذ قال له هنا كون ما كانش نيته خوك مثلا راح خلى هذا الدراهم وباللي راح يدير صدقه على نيته باللي كانت صح له هذه واش راح يدير بصح كي كانت عنده نيه باه يحرمكم من الورث هنا راح تسقط له الوصيه تاعو وهو كذلك لا ما قالوش باللي هبه قالوا باللي راهي وصيه مفهوم عطى له معطيات اخرى تحايل في السؤال المقدمه تعطي لك النتائج على حسب واش قدم له السؤال عطى له الجواب يعني المعطيات متوفره عند شيخنا هذا المشكل هو الان الاشكال وين الارب والله اعلم بما ان هذه الهبه هي صحيحه لا غبار عليها دروك اذا كان يطعن فيها هبه هذه على انه وهبها في وقت المرض او ان هذه غير صحيحه بالنسبه للعدل وذلك شان اخر وهو كذلك واش دقيقه نعم. وهو هذا الامر هكذا ضر قضيه الوصيه هو بينه وبينها وصاها قال لها بلي بني مسجد وكذا هي مع اخوها ومع الله تبارك وتعالى نعم. تنفذ الوصيه ولا ما تنفذهاش نعم. هذا يعود الى التزامها مع الله تبارك وتعالى او بالتزامها مع الاخ تاعها نعم. دوك حنا هما ماهمش مطالبين كيفاش الوصيه هذه تبني المسجد ولا راهي هي بينها وبين خوها قال لها بني مسجد وتقرا
مش قادر على هذا نجد اصلا ما يهمش معليش الاخت اذا علاقه لها بالموضوع باش لان مازالت الحصه متواصله لكن الشيء اللي نقولوا كيقول لك ان الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى بمعنى احنا ماذا بنا من خلال هذا الفضاء او الجزء الاول من البرنامج باغي نقول لهاد الاخوه او امثال هاد الاخوه واخاطب كذلك نفسي انا ماشي نهضر بما انني ماني معصوم من الخطا ممكن انا نكون يديني طمع شي اللي يقولوه ان بالرغم من الاخ توفى انا مانيش امام وحضر معنا الشيخ بالرغم من الاخ توفى هي مسجله عند ربو المدرسه عند المولى سبحانه المدرسه القرانيه ولا مسجله ان شاء الله لكن انتم انتظروا ان يوم القيامه يوقفكم اخوكم يقولوا يا رب اسالهم لماذا لم ينفذوا وصيتي وعليه مشاهدينا مشاهداتنا ما تزابوش ما تروحوش اللي حب يشارك في البرنامج الرقم موجود اسفل الشاشه سنعود بعد الفاصل مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الأفاضل إلى برنامج سلي همومك. إذا اللي حب يشارك معنا ما عليه إلا الاتصال على الرقم الموجود أسفل الشاشة. في الجزء الأول من البرنامج جتنا الأخت أم محمد. الأخت أم محمد نقلت من ولاية إلى هنا بالعاصمة. أم محمد ما جاتش باش تقول أنا يا طوليش حقي في الميراث أنا لازم ندي بكثر أنا ندي كذا. أم محمد جات تقول عندي خويا توفى عنده حوالي 6 شهور من اللي توفى. خويا توفى عمره ما تزوج. خويا توفى راح لي سند كبير في حياتي اللي كان واقف معايا بما أنني أرملة وعندي أبناء هو كان متكفل بيا خويا. خويا راح لي من هذه الدنيا لكن خويا بالرغم من راح خلالي أمور. خويا بالرغم من راح انسان كان مؤمن بالله. خويا كان عنده اموال باني مسجد هنا بالعاصمه وخلى هبه للاخت الكبرى ووصيه يقول ابني مدرسه قرانيه وابني مسجد ومكان للتكفل بالايتام. لكن طمع البشر غريزه فينا الله غالب الغيره فينا. سيدنا ادم عليه السلام طرد من الجنه بسبب الغيره والحسد. الغيره الناس داروا حساب واحد اخر. اليوم ام محمد جات تشكي لكن القضيه ماهيش قضيه تاع ميراث. القضيه ماهيش قضيه تاع وصيه. القضيه ماهيش قضيه اننا ننفذ واش قال المرحوم رحمه الله عليه، ان القضيه اخذت ابعاد اخرى. نقول معاك ام محمد خوتك رافضين انهم ينفذوا الهبه اللي دارها اخوك لاخته. ورافضين كذلك انهم هذه الهبه اللي قدمها الاخته والاخت ربي جازيها بخير ما قالش انا ندي ونواسي ونهرب لطرونجي وكذا قالت كونوا معايا هيا ننفذوا هذه الوصيه. راهم رافضين الى درجه وحقنا الا الاعتداءات. الاعتداءات وقدر هي تموت معاه ولا يموت بنها ولا راه الزوج تاعها وهما راح يروحوا للسجن. انا مني قابل اختي تموت ان شاء الله مني قابل اخوي عزيز عليا ثاني ما يروحش للسجن على حاجه على وسخ الدنيا هذه. ربي عطانا موعظه خونا دانا خونا 52 سنه كان سبورتيف كان شحال عنده حوالي لو نحسب التركه تاع خوك هذا المال هذا شحال كاين والله ما نعلم. احنا واش خلينا قريب واحد 10 ملايير خلينا دراهم اللي تقسموها انتم الخاوه اللي انتم انتم حوالي عندكم سبع بنات سبع احنا سبع بنات وربع ذكوره والوالده حيه والوالده والاب توفى الاب توفى وخلى قال لما تشري لها بارطما تتكفلي بها وجايب هو 10 ملايير اللي خلاهم لكم من غير الهبه بلا الهبه ايه لو ندير نضيفوا الهبه راح تكون والله ما نعلم خلى هكذا وما عندوش دراهم خلى عقارات خلى حانو ديروا حبس وخلى حبوس غاش حبس يقولك سجن خلى واحد زوج قطارات ارض هذيك اللي تجيب يعني دراهم يعني بليش 15 مليار ولا ما بليش قداه هذيك اللي عند هذيك برك اللي فيها دراهم كبار الباقي ما خلاش يعني خلى داري ساكنه فيها قالها مسكين زعما كان سكنها راح يسكن فيها مسكين كي ما كتب له ربي قالها بردي لي قلبي برك اسكني فيها شتا 5 شهور عام ومن بعد بيعيها ما تسكنيش فيها قالها بيعيها ومن بعد هذوك الدراهم تاع العقارات تروح دير بهم الجامع والمدرسه القرانيه. هي انا اختي نثق في ربي ثم فيها علاه نثق فيها
هي كانت قادره تكون جات طماعه. العقاره وهابط دوك في الجزائر تاعنا. نعم. تقدر مثلا الدار دير 10 ملايير تبيعها بخمسه. نعم. والدار تبيعها بخمسه والاخرى تبيعها بزوج، تلم الدراهم وتهرب للخارج. اي عندها على اسمها لا قادره كلش فايده، تخرب عقد الملكيه. هي كلش فايده، هي لا حبست دوك ما دارت والو، العقار هابط بزاف. هي تستنى وقت يعطوها سومه مليحه، ديجا تاع الارض تاع المسجد واجده، البلان واجد كلش. سبحان الله. كاين محسن تتبرع بهذه القطعه تاع الارض، واجد لو بلان، الاركيتيكت واجد، واجد كلش. بمعنى قطعه الارض جا سيد محسن تبرع بها، يبقى البناء ديالها من دراهم تاع خويا هو اللي تكفلها. قالها ما نسمحلكش تخلي الناس يعاونوا ولا الجمعيات. نعم. قالها من مساس بدراهمي حتى تفيني خلاص حتى كلش. الدار عندنا دار تاع الوالد تاعنا ما ديرش مش غاليه بزاف، 65 متر. نعم. هي دير يا ربي حتى 700 ولا 800. حتى المو كان خويا راجل ربي يرحمه شراها عليهم بالمليار و100 بما يخليش هذاك الدار تروح لواحد براني. نعم. شراها على الوراث، عطاهم دراهمهم، وهذيك الدار قالها ديريها مدرسه قرانيه صدق على بنتي. الان الاخت اللي متشده بتنفيذ الوصيه تاع اخوها المرحوم راهي في حاله يعني مهدده في اي لحظه بمشاكل كبار وكذا. مشاكل كبار. ما نبش انا الاستاذ ابراهيم الجانب القانوني، يعني الحمد لله يا رب العالمين ان القانون الاسره الجزائري والمشرع الجزائري يا يعني اما في قانون 84 قانون الأسرة أو في قانون 2005 حتى في التعديل ربما يختلف من جانب المادي، لكن المواد القانونية حوالي 98% أو 97% من الشريعة الإسلامية، ونفتخر بهذا لأن حتى فيه بعض الدول الإسلامية إنهم يدوا القانون الأسرة الجزائري كمرجع. ما نقولوش باش نفتخروا ولا نفتخروا ونحتز بها، لأن علمائنا اللي كانوا مازالوا عايشين ربي يطولهم في العمر ويتوفى ربي يرحمهم برحمه الله، يعني داروا قانون الاسره ما شاء الله في هذا الباب، الطمع ديالنا اللي خلانا نخرجوا من الناحيه القانونيه يعني التنفيذ ديالو ربما ما يكونش اختلاف بينك وبين الشيخ جلول. تبقى ان الوضعيه العائله الوضعيه الحاله اللي عايشتها الاخت اللي هي متشده في تنفيذ الوصيه ربما ما ذكرتش ما هو الا القليل من الكثيره. معليش هذا غيظ من فيض. نعم. انا لاحظت ملاحظه فقط في الحكايه نتاع الاخت، انه العائله عائلتها هي خواتاتها وخاوتها الذكوره. مباشره بعد وفاه الاخ المرحوم الله يرحمه برحمته الواسعه كانت العلاقه طيبه بين الافراد كامل، لانني لاحظت بانها قالت بانه كاين خويا ذكر واحد اخر قال بلي اروحوا ننفذوا الوصيه نتاع اخونا والهبه، لانه كان وكانه متعاطف او يعني متقبل للامر الواقع ولا لرغبه الاخ المتوفي. الا انه بعد مرور الزمن والله بعد كلام او تاثر كذلك ان النفس الاماره بالسوء استاذنا شيخنا حتى صعيبه ثانيه تاثر بهذا المنطلق. هي بذره طيبه على كل حال، لا سيما في الاخ المتوفي. الاخ المتوفي لانني لاحظت انه كان يخمم على اليتيم، خمم على المطلقه، خمم على بناء المساجد، وخمم حتى على خوته ما خلاهمش يضيعوا. اولا انه ترك جزء من الاموال نتاعو للورثة، يعني خمم فيهم ما تصرفش في جميع الأملاك نتاعو. تهلا في اخته، وصى على يماه ثاني تهلا فيها، قال وصلها بسكن، يعني خمم على جميع الافراد باش يكونوا كاع عايشين لاباس، يعني بذره طيبه ان شاء الله يا ربي يرجعهم الى العلاقه الطيبه القادمه. هذا الموضوع لانه انا نقول بانه لا يتعلق بالميراث ابدا، وإن كان له علاقة معينة. نعم. ولكنها ليست علاقة مباشرة. بمعنى؟ لأنه الأساس وهو عقد هبة. المشكلة ثم فقط. علاش هادي مشي أنا؟ عقد هبة. علاش مشي أنا يا هادي؟ دخلت العلاقة الميراث. دخلت شوية أنانية، شوية غيرة. كلش. ما تقبلوش بلي هذيك بعد الطفلة بعد وراجلها اللي يديو الهبة. أولا الأخت أنه فيه عقد هبة اللي هو موضوع النزاع أصلا. عقد الهبة في القانون ولا في الشريعة يعني متوافقين في هذا الأمر، ومن العقود الإرادية متعلقة بالإرادة نتاع الفرد نتاع الإنسان، وعنده حرية ومكفولة قانونا يعني دستورا، مكفولة لكل شخص طبيعي هنايا، كل شخص حر في ماله، حر
في أنه يتصرف بأي تصرف لائق غير مخالف للتشريعات في الأموال تاعو. هو حر لأنه عقد الهبة مضاه هو في حياته بكامل قوة العقلية. هاني جاي لأنه هذيك فيها بحث واحد آخر فيها نقطة، وهي أنه ممكن يرغب في إلغاء عقد الهبة بناء على مرض الموت شرعا وقانونا، لأن الشريعة تعترف بهذا الأمر والقانون يعترف يناول هذا الأمر. وهو أنه العقود لما يمضيها الشخص ويتوفى ويثبت بأنه سبب الوفاة أو المرض اللي كان لاحق به يؤثر، أن يقول لك يؤثر على القدرات العقلية، هناك يمكن إلغاءه. كان حاجة معلش ندخل أستاذ في هذه النقطة بالذات. في هذه الحالة كيقولوا الموثق رجل قانون، نعمه، بمعنى الموثق كيجيه الشخص يعرفه باللي راه مريض ويعرف هذه المادة القانونية اللي موجودة في القانون، ما نظنش أن الموثق ماشي راح يفكر في هذا الباب وما يضربش شهادة طبية للشخص بأنه بكامل قوة بأن المرض ديالو ما يأثرش على مخه. ما نطعنوش إحنا في قضاء. باش نروحوا بمعنى لأنه أصلا الموثق رجل قانون. معلش إذا كان ممكن أستاذ، لأن حتى الإخوة اسمحي لي ما دام هكذا، لأن حتى الإخوة قاموا بتكليف محامي ومحامي رجل قانون. انا ممكن بدك تتكلم بما انك ترى رجل قانون، ربما انت تكون مترافع في قضيه في المحكمه تبدا تبحث على حاجه يغلط فيها المتهم او حاجه لا تترافع لصالحه بتدخل من تما وتروح باش تجيب تربح القضيه ديالك هكذا. بس انا ممكن تقول واحد الكلمه تاكل قاعد وكانك في جلسه في المجلس لا في المحكمه. اسمع لي استاذي، لو المحامي اللي كلفته العائله ما قراش الملف وما قراش عقد الهبة اللي موجود، ربما في الملف راح ياخذ من هذا الجانب ويروح. نظن ان الموثق او الموثقه اللي خدمت عقد الهبه دارس الملف من كل النواحي، كاحتمال وارد وكاحتمال ما نظنش ان المحامي يعني نولي ما نبداش نعاود في نفس الجمله ما يدخلش في هذاك الباب باش يلغي عقد الهبه. الموثق رجل قانون، شخص مؤتمن على تثبيت ارادات الاطراف. يعني كل إرادة يجي يجسدها في عقد. ويجي مثلا سؤال قال انت علاش حاب تدير هبة لأختك؟ قال أنا راني بريد بالكونسير وأني مهدد بأي لحظة أنني أموت. قلت أنا ممكن هكذا، لا أنت مازالك صغير ولا باش دير هبة لأختك. ما يقدرش يسأله هذا السؤال لأنه يتعارض مع أساس وهو الحرية التصرف في الأموال. أنا ينجي معلش دقيقة، هذا كان ممكن شيء أم محمد خوك نهار اللي دار عقد الهبة حالته الصحية هل كما نقولوك لا باش واقف صحيح أم بين آثار المرض عليه؟ يمشي كان شوف أنا أشهد عند ربي وربي شهد. نعم والله لي وصلني وراني رايحة. لا بالطبع أستاذ، دخل كي جا من العمران جاته وعكة صحية. نعم دخل المستشفى مكافحة السرطان، كانت هي قاعد مالادة معاه، كنت أنا معاه. نعم قلت له واني عييت أخويا وما كنتش أنا في قبل يرى وكاتب لها برسكو كانت الدعوة مغمومة. سمعتها قلت له يا خويا نعييت ارتاح بربي ان شاء الله نزوج خويا ونحي عليا الحمل الثقيل اللي راك مدير ليك وراني تعبت. قلت له قالها كرهتي مني يا اختي؟ قلت له ما كرهتش خويا، قلت له نبديك بعمري. قالها امال علاه تحوسي تزوجيني؟ قلت له مش كشاتي يعني ترتاح وتزوج؟ قالها ولو كون نرتاح ونزوج ويعود عندي يزيد عندي ولاد. قالها تقعد الهيبه وش كاين بيني بينك تقعد كيما راهي. قالها الف فرنك ما نعطيهاش لا لبني لا مرتي. كملي لي قالها مرتي تروح تخوني ما تكمليش بالهيبه تاعي. ثقته كبيره فيها. ها قالها بصح انت نثيق فيك بلي تبني لي مسجد. قالها انا جريت عقب الدنيا رغم دير الخير بصح تروحو موش هذيك الصدقه الجاريه اللي دارها. قالها خلي لي الصدقه. قالها باش كي نموت ريحان جايب الخبر خويا، نشهد عند ربي خويا جايب الخبر. حاجة نولهك لها يا أستاذ، أنا عندي سرطان مرضت قبل خويا، أنا مرضت في 2016. ربي يجيبش راني نقولك الحمد لله 22 مازال ما متش. يقول لك سرطان تساوي الموت، مرض الموت، بصح أنا مازال ساعة ما متش. أمر بيد الله. صحيح. أمر بيد الله. هو كي ديكوفرا باللي مرض في 2018 قال له طبيب ستاد فينال 6 شهور وتوفى. هو زاد 4 سنين بقدرة ربي، كان حكمة خلي ربي يعني كان يبان لا بأس. كان يلبس نعتك تصور تاعو معليش ربما احنا باش نورمال. هو حتى قلت لك كتب لها في 2019 2022 باهي بدا
المارس بدا يفشل اللي يطيح كما نقولوا بدا يفشل. هو نهار اللي كتب في بدايه المرض ديالو في بدايه في المرض دار الهبه. تفضل استاذ. كان يقول لا كان يشرب راح يتهموه باللي كان ياكل في حوايج تاع المهابل. خويا كان يشرب خلف يدير طامجيزيك تاع السطر كان يدير لامورفين وكان يدير دي باكين في بعض الاحيان يعطوه بعض الاحيان مثلا عنده لاميديسكال يعطوه بعض الادويه باش يرقد مرتاح باش لتخفيف الالام الالام هي تتمد الادويه. ولكن انا حبيت نوصل فكره وهو ان مرض الموت لا يلغي العقود. نعم. مرض الموت مهما يكون لا يلغي العقود. نعم. الا في حاله واحده وجبناها احنا في القانون المدني. نعم. منين استمديناها من الشريعة الإسلامية. إلا إذا ثبت بأنه هذا المرض متعلق بالتأثير على القدرات العقلية. يعني الوقت اللي أمضى فيه على العقد والله بيّن الإرادة نتاعو كان القدرات العقلية نتاعو غير كافية. نعم. يعني مؤثره ولازم حتى المرض اللي كاين علاقه بينه وبين مرض الموت عادي حتى كاين اللي هم يكونوا على فراش الموت ويوصوا ويعقدوا العقود نتاعهم وتكون العقود صحيحه. هذا هو. انا حبيت نربط يعني لانه الشيخ الفاضل نبهنا لواحد المفاهيم كانت عند بعض الناس وهي أنه الوصية والهبة ما همش كيف لأنه عقد الهبة هذا راه ناقل للملكية ولا يمكن إلغاؤه أو إبطاله إلا في حالة رجوع الواهب هنا هو اللي يلغيها يتراجع عليها من حقه يتصرف في أمواله كما بغى. ولكن الوصية كانت فيربال مو الوصية بماذا متعلقة؟ هو راه نقل الاموال نتاعو الى الذمه الماليه الموهوبه الموهوب له ليقتو هاي ولات في الذمه الماليه نتاع المراه هذه. وصها هي قالها يا ودي هذه الامانه اللي هاني الاخر عطيتها لك ابني بها جامع او ابني بها. هذا خرج العقد الحبس اللي داره هو عقد الحبس محمي في الشريعه ومحمي في القانون حتى من الدستور الجزائري. يعني لا يمكن لأي شخص أنه يتعدى على إرادة الحابس أو عقد الحبس أو الغرض من عقد الحبس لأن الحبس له أغراض أو أهداف معينة لتحقيقها. هنا هذه نحطها جانبا. المتعلق بالهبة، الهبة مدام نقل هذا المرحوم نقل ملكية الشيء منه هو من الذمة المالية نتاعو للذمة المالية للموهوب له خلاص التصرف لهنايا هنا التصرف قطعي. لا سيما ان عقد الهبه مشهر في المحافظه العقاريه وبالتالي تم النقل للملكيه بطريقه قانونيه رسميه لا يمكن الاعتراض عليها لانه لا سيما ان قلت الواهب هذا توفى الله يرحمه. وبالتالي انا نقول بانه على وعسى احنا نتمناو من ربي سبحانه انه ونطلبوا منه انه يرجع المياه الى مجاريها لانه لاحظت بانه حقيقه كما قلت لك في الاول الكلامي العلاقه العائليه مازالها علاقه طيبه وهي تخمم على خاوتها تذكره وتخمم على يعني هذا الامر ممكن نزغه الشيطان هذه ممكن تسولهم انفسهم انهم يقوموا بتصرفات ضد هذه. ولكن نقول انه يحق للاختك انها تقدم بشكوى لاجل حمايه نفسها او حمايه اولادها من اي تعدي جسدي عليهم. شيخ انا مستعده اني تهضر تولى المشاهدين وتولى خاوتي الدار اللي راني ساكنه فيها ابارتمان نتنازلهم عليها يديوها نروح نسكن في الفوضوي انا ولادي ما طيحش روح بينات خاوتي. زيد نقول لك واحد الخويا يعرف القانون مليح المرحوم قالها كن نرتاح قال على بالك تخليني نود نبيع الحمص والبيضه قال دوك كلش ولا رزقك انا من اخي هو اللي وهب لها قالها في القانون كنت عارف من الصحه قيمه الصحه قالها ما نقدرش نحي لك والو قالها قانوني واش درت قالها كي ساعه تقول له واني عييت ودرت لي واحد المسؤوليه فوق راسي قالها كون راجعوني تقول له كنت نرتاح يقول لها كن نرتاح
كنا نلقى روحي رزقك ولا رزقك لا رحمتيني عطيتيني كش ما عطيتيني لا ما رحمتينيش نولي نبيع البيض والحمص. جدو حسن عندي نقطة برك. تفضل أستاذ. أنه الوصية اللي وصاها المرحوم للهجبل فوق نهارها. نعم ولكن لابد أن يفهم المشاهد الكريم أن الوصية هذه متعلقة بالأخت فقط مش متعلقة بالإخوة. ليس لها علاقة بالميراث. الوصية يعني هذه تتحمل المسؤولية نتاعها الأخت وحدها. وحبت نفذها. كما قال جدو حسن قال ممكن يوم القيامة ينوض يقول سل هذو الناس عليه ما نفذوش الوصية. مش الناس هذون. هي برك. ولكن هي ممكن أنها تحتج بعرقلة الإخوة. يعرقلوا. ولكن نقول يا ودي ربي ان شاء الله يطيب القلوب فيما بيناتكم ان شاء الله ويرجعكم العلاقه كما كنتم. هما في الاستاذ الحقيقه برك كان هذه النقطه اللي توتوها لي اتصلت بيا واحده اختي من مدينه واحده اخرى شويه فقيره من قلت لها راهي تقول لك واحد مني يشيل لك بارطما ونشيل لك حاجه يخدم بها بنك اللي عاونينا حطتني باللي قلت لك انا تهميني باللي انا اللي زورت وانا منعت لها القانون. اي تصوير اسمح لي شدو حسن اي تصوير قالت لي قالت لي عاونينا باش نسقطوا لها الهبه كنا اثبتوا لي جيبوا لي دوسي ميديكال بلي خويا مهبول دوك انا نعاونكم ونسقطوا الهبه. رحت درت ان با رحت للمستشفى تما لنورو شير هضرت مع الطبيب هذاك تاع ستان ستاميتر انسيستون قلت له رحت ليه قلت له جيت نسحق دوسي ورقه تثبت بلي خويا مريض من جبد لي والله العظيم ربي شاهد جبد لي ورقه في مي 31 مي 2022 قال لي خوك جانا جات وعكه صحيه كونفيرسا باسكو كي ميشربش دي باكين يولي مسكين يكونفيرسي كي ديناه لي زيرجونس قال لي جا لو 31 مي 2022 قال لي كان الي كونسيون قال لي كيفاش نعطيك انا خوك باللي موش هو الوصيه وقتها دارها 2019 الوصيه دارها قبل ما يوقع قبل ما يدخل في الباب قبل حوالي ثلاث سنوات من قبل قلت انا نعاونكم صح نعاونكم ورحت قلت لك لهذا الماتر انسيستون اعطيني ورقه باللي تثبت خويا كان مش في وعيه. هذا 31 مي 2022 انا كل وصيه دارت من 2022. قال لي الطبيب قال لي انا ما نديرش الحرام قال لي خوك جا لو 31 مي قال لي كان كونسيون كان جايب خبر مش من كونفيرسي وقال لي يهدر الفرنسي ويهدر لونجلي قال لي خير مني وخير منك. رحمه الله عليه قال لي ربي يرحمه قال لي حاجه برك غاضتنا كاسب الدراهم هذوك قال لي كون غازوج ب 40 سنه هذا طبيبه قال لي غاضني قال لي يهدر الفرنسي ولونجلي قال لي اون ديري بروفيسور كبير ومريضه قال لي كيف نعطيك انا نزور نعطيك ورقه باللي راهو موش كان في عقل هو ما يتعلقش الامر بذلك لان يتعلق الامر بتاريخ تحرير العقد في 2019 بمعنى بعد سنه من المرض بوباء يعني بالمرض السرطان حفظه الله. انا نفهمك باللي اختي ام تهميني باللي راني انا شكون حتى نعت لها القانون ولا نزور انا راني أم محمد يا أم محمد بينا نصلوا عليه بحضور ربما شيخنا هكذا أنا نهار نزور أنا هنقوم بتصوير وثائق ولا بتصوير أشياء باش نديها أما باش نزور باش نبني مسجد ويستنفعوا الآخرين يستنفعوا الآخرين واش عم تقول شيخ الموضوع يعني سوء فهم بالنسبة للعائلة وبالنسبة للمجموعة الناس الناصحين ولا الناس اللي راهم موجودين معاه. الأستاذ نعم من الناحية القانونية أعطى شرح واضح وافي نعم ومن الناحية الدينية الأمور راهي واضحة وافي الشيء اللي قدمناه يعني مكافي بأن هذه العائلة تجتمع ما هو هيبة راهو هيبة وما هو وصية راهي الأخت الكريمة هي بينها وبين الله عز وجل تتحمل مسؤوليتها. هذا الأخ الكريم اللي ربما عنده هذه الفكرة وعنده هذه إرادة الخير هذه الكبيرة هذه إرادة الخير ربي ان شاء الله يجعل له فرجا ومخرجا ويجعل له الجنه يوم القيامه. امين يا رب العالمين. وهذا الاخوان انا اكيد بمعنى كاين خوهم بهذه الثقافه وبهذه الاخلاق وبهذه الاراده تاع الخير لكن بان الاخوه راهي عندهم سوء فهم. انا نقول لكم عندهم سوء فهم هي. انا نقول لكم مجتمعوا كما رانا مجتمعين الان اقعدوا وحنا رانا كما قال الاخر في اي مكان يدعو لنا في الاصلاح نتعاونوا على الدعوه ونتعاونوا كذا ونقعدوا نجلسوا ونفهموا من الناحيه القانونيه عندنا واحد قانون من الناحيه الدينيه قرانا هنا اكيد بين الجزائري يتنازل واذا كان هذا الاخوه تاعك يعني
من خلال منبركم هذا وخلاله حتى نكون ساهمنا في الإصلاح، نزلنا الرحمة، نزلنا الطمأنينة، نزلنا السكينة في الأخلاق، وبعدنا هذه الفتنة اللي ربما قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. هذا النار كي تشعل كما الغابة، يعني ممكن تؤدي عائلات وعائلات وتنتقل من جيل إلى جيل. فبالتالي إحنا رانا مستعدين بوجودنا هنا، ببرنامجنا هنا، بمخرجينا، رانا مستعدين باش يجوا هنا ونحضروا عادي يا أخي. ما فيها محكمة، وإنما كاين فقط تصحيح مفاهيم، تصحيح مفاهيم. أنا نظن بأن الإنسان العاقل وأن الأهل تاعو يعني خيركم خير، الخير يكون في الأهل، الإنسان في الأقارب. إذا الإنسان ما فيش الخير في الأقارب تاعو لا خير فيه. وأنا أظن كما ذكرت أنت يا بلي الإخوة هذو متحابين متضامنين متعاونين عادي، وقع فيهم هذا الشنآن والناس يغزوا بعضهم بعض منا كذا ويزيدوا يشعلوا في النار. لو كان يعرفوا بأن كان محكمة الله عز وجل وكان محكمة العباد الدنيا قد تناور مع محكمة العباد وتبين وتوضح بأن هذه وترافيك يدير واش حبيت يدير واش تحب. ولكن كما قال لك تكون محكمة الله تبارك وتعالى يعرف يعلم المصلح من المفسد، والله يعلم المصلح من المفسد. شيخنا بأننا مع نهاية البرنامج النصيحة، النصيحة والله النصيحة النصيحة أنا شوف لو كان الإنسان كما قال القرآن الكريم إن جعل له في قلوبكم خير يؤتكم خير. فإذا كان الخير في هذا المتوفي ربي يرحمه إن شاء الله ونذكره بأفعاله بخيره، الأكيد بأن هذه الإخوة فيهم خير أيضا، والأكيد بأن ربما راه سوء فهم وربما سوء تحليل وربما سوء. بعض الناس يقولون لازم كذا ولازم كذا، قولهم يعني بالتي هي أحسن. أنا راه عندي فكرة على فلان يا أخويا نتحقق، سقسي أهل الدين، سقسي أهل العلماء، سقسي المشايخ، سقسي الحكماء. يا سيدي نفرقوا بين الميراث وبين الوصية، نروحوا نفدوا روحنا وكان ممثل قانوني قال روحنا شوفنا الهبة هذه لا صحيحة ولا لا، الإجراءات والإجراءات الجزائية وغيرها اللي متابعة في هذا الأمر مفهومة. يروحوا يبعثوا طبيب محلف ولا مش عارف يتأكد قال باللي لا لا غبار عليه، إذن انتهى الأمر. علاش حتى نبني عليها عداوة وبغضاء ونبدأ بها كراهية ونبدأ من باب الانتقام ولا من باب الثأر؟ وهذا اللي ينهى عليه الإسلام. الحق هي لحقهم حقهم، قاعد الناس يقولون حقهم. تبقى قضية فقط الهبة بالنسبة للأخت ما وصها بها راهي مرتبطة مع الله عز وجل. نعم. احنا ما نقولوش بني مسجد ولا بني. هي قال لأخوها تبني مسجد في الوصية، نفذي وصية أخوك هذا ما كان، ولا بني مدرسة نفذي وصية أخوك. الإخوة الأخرين ما عندهمش تعلق، إذا نعاونوا في الخير وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاونوا احنا كصحفيين ولا كعلماء ولا نتعاونوا على البر والتقوى، ما نتعاونوش على الإثم والعدوان، ما نتعاونوش على الكراهية، ما نتعاونوش على الحقد، ما تعاونوش على الشعل يعني زيادة كما نقولوا احنا العداوة هذه لا. وهذه معروفة أعدنا مليار أضاف شيء ما تخليش أخوك يتألم في قبره يقول واش درت، لا ما يقولش هو درك لنا هو العمل تاعو راه يمشي معاه. نعم. والأجر راه يلحقوا والأجر تاعو راه يلحقوا. وهذه الأمور أنا نظن بأن في عوض أنها تكون فيه الاستغفار. نعم. وتدعو له بالرحمة وتحسوا بأن رغم ماله وترك هذه الدنيا، رغم جاي وترك هذه الدنيا، وأن كل إنسان معرض فإذا جاء أجرهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، ولكن العبرة من الميت هذا جاء هذا الأمور وخلها. وش معناتها هذا؟ معناتها إحنا كي نحوسوا على المال من ناحية الشرعية نحاولوه بقول الله تبارك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا حقي نأخذه، هذا مش حقي بالطيبة وبالتي هي أحسن. هذا ما كان ربي جزيك النفوس كما قال جد حسن، النفوس طماعة والنفوس لها يعني أمراض، إن النفس ولكن إحنا ما نكونوش قاع مرضى، عائلة قاع تمرض، لابد أن تكون في هذه العائلة رجل عاقل ورجل عاقل. إحنا نقول لكم باللي وضحوا الأمور، ما تعدى وما تدقى وما تضربوا، ما رام يحزنوا تلايموا. قال خلو دار هبة، وهي الهبة عن النطر ما محطوطة في أملك الدولة مسجلة، المحامي تاعنا موجود، الإمام تاعنا موجود، المنشط تاعنا موجود، وين الإشكال؟ مرحبا بكم أسيتي، وين الإشكال أسيتي؟ ما كانت إشكال. نفرحوا ونفرحوا كما كل ذي حق حقه، ونفرحوا بعمل الخير هذا، ونفضوا هذا النزاع، ونخلوا أولادنا يعيشوا في طمأنة، إنسان يعيشوا في طمأنة، خاوتنا يعيشوا في طمأنة وفي سكينة. شكرا شيخنا، ربي يعيشك سي جلود، بارك الله فيك وربي يجازيك إن شاء الله وجعلك إن شاء الله في ميزان حسناتك شيخنا. أستاذ إبراهيم، نصيحة
لان قد نزيد ربما نوقفوا في المحكمه وجيب الخبير وخبير يجيب خوه وبعد الاخر ينقض في الخبير هذاك ومن بعد خرج ديكسبير واحد اخر وبعد الاستئناف راح تاخذ سنين وسنين في المحاكم. كل الامور واضحه وضوح الشمس عشان انا نسمعوا احنا ما نقولوش اننا احنا لا صدقنا لان لو جات الاخت قالت انا ما طوليش حقي ونحاولي في الوصيه ودولي لكن هي الاخت راهي جات راهي تقول عندي خويا توفى ودا خويا اللي توفى راه دار هبه لاختنا الكبيره ما قالهاش اديهم ودير بها شركات وقسمي مع اولادك قالها لا هذه الهبه اللي هيك يا اختي نثق فيك وانت ربما في شغل ما قال هي انت يمك انت يما الزوجه نفدي لي الوصيه ديالي هذا هي راهي تقول خلونا ننفذ الوصيه اللي قالها لي خويا بضمه الشيء اللي تقدمه استاذ ربما ترك في المحاكم والاجراءات القانونيه تاع المحاكم واش حتاخذ كاجراءات يعني. نعم جدو حسن هو مدام الامر واضح لانني هنا وضعت علامه استفهام لانه القضاء يلجا اليه لما تكون الامور غير مبينه كي تكون ماهيش واضحه والله امور مشكوك فيها يبينها القضاء مهما يطول الزمن تاع التقاضي يعني من ناحيه القضيه قد تجي اختها اللي طالها الهبه تجي للمحكمه ما تقولش قالك على الوصيه قال سيد الرئيس انا خويا وهب لي هذه الاملاك نعم بكامل قوه العقليه بحضور موثق وحضور شهود وحضور كذا انا ماني سامعه بكم كاع ديروا واش حبيتوا وندي واش ندي وننفذ الوصيه تاع خويا بلا مزيتكم روحوا ديروا واش حبيتوا قادر نديرها استاذ بلا ما تذكر الوصيه اصلا ما تذكرهاش فيربال مو بيناتهم شوف قال بلي المرحوم دقيقة أستاذ يعني طيبة تاع الأخت اللي راهي غايبة معانا إن شاء الله يا رب جعلها فيزا يعني قيمة تاع صلة الرحم وصلة الرحم ربما شيخنا وحاضر ربما أكثر مني مش دقة من كلمة الرحمن هذه صلة الناس عمال بحاجة سهلة هذه صلة الرحم راهي كلمة لا شيخ راهي مشتقة من كلمة يعني شوف القيمة ديالها بسبب هادشي ماهيش حابة تخرج لهم بطريقة أخرى قادر أنا عندي الهبة أنتم راكم في الولاية الفلانية مدي الهبه ديالي نبيع نشري بلاصه وين ما تعرفونيش كاع وراني وننفذ الوصيه تاع خويا نعم لا شيخ نعم هذه شوف الطيبه هذه هذه عادي علاش يعني منذ فتره واش قلت لك بين باللي العائله عائله كريمه نعم صح. عندها بذره طيبه هذه هي تخمم حتى على خوتها تخمم على خوتها تخمم على كل شيء ماهيش حبه تفسد العلاقه الرابطه الاسريه اللي تجمعهم فيما بيناتهم يعني الامر اللي حز في نفسها انهم طعنوا فيها بالتزوير قالوا لها انك قمت بعمليه التزوير هذا الشيء اللي انه حز في نفسها قبل ما يحز في امور واحده اخرى الاجراءات القانونيه يعني اللجوء الى القضاء هو مكفول دستورا يعني يحق لكل شخص سواء خوتها والله هي انهم يلجوا الى القضاء ولكن بعد ما يتبين الامر ويتوضح وينجلي الغبار على ما هو سائل. على ما هو سائل وين رايح وين تكون النتيجه في العلاقه الاخوه بيناتهم هذه هي الاشكاليه تشتيت في العلاقه الاسريه على هذا نقول بما انه ان الامر الواضح يعني الامر الناس لما تتنازع في امور ماهيش واضحه يوضحها القاضي اما للشخص الفلاني او الشخص الفلاني الحق الفلاني يقول الى الشخص هذا والحق الفلاني يقول الى الشخص لما تكون الامور غامضه اما الامور الواضحه هي اللي هي شويه تجي حتى صعيبه حتى على القاضي انه يفصل في امر جلي خلاص باين واضح وبالتالي يعني وين رانا رايحين الى تشتيت الرابطة الأسرية فقط وهذا اللي ما نرضوهاش احنا في المجلس هذا وحنا ينقلوا يودي رانا مستعدين اننا ندخلوا ما بين همزة الوصل للخير ان شاء الله همزة الوصل للخير ان شاء الله ان شاء الله في اي لحظة وفي اي وقت وفي اي مكان يطلبوه منا. ام محمد احنا شكرك على الثقة اللي وضعتيها في البرنامج وشكرا الحضور ديالك لكن واش تقولي لخاوتك من خلال الفاضل الكاميرا راهي عندك واش تقوليهم؟ انا شوف انا لجيت الحصه تاعكم باسكو لي رحت لخاوتي رحت لخويا الكبير عندي خويا كبير نعم رحت ليه قلت باش يحبس هذا الصراع وحنفهمهم بالقانون انا مانيش مراه قانونيه بصح عندي اصدقاء في القانون رحت ليه محبش صد عليا الباب محبش عندي خويا اقل مني راح نفهمه ديرني في الرونفوا كي ضقت بيا الدنيا جيت لكم ثقتي في الله ثم فيكم ان شاء الله انا واش راح نقول لهم استاذه واحد النقطه
الهيبه هي ما تسقطش قانونيا عند ربي ولا عند عند القانون. هذوك واش راح يديروا؟ تما راح يضرونا حنا. حنا انا كيما وحده اني عايشه من المحسنين دوكا، هذوك المحسنين اللي راهم يصدقوا عليا لولادي. عندي ربع ايتام يقراو ويحتاجوا شهريتي انا 1500 برك، 1500 ما تعيش ربع اولاد. انا واش قلت لهم؟ قلت لهم باللي راح يتقيسونا حنا. هي ما تقيسوهاش، علاه ما يقيسوهاش؟ هاك تقول الهبه تاعها قانونيه كلش واضحه، يولي الورث اللي خلاه لنا خونا لينا حنا باسم الوراث راح تروح، كي تروح للعداله تولي تسبع فلونشير. قولي لي كنا راح نديو 500 نوليو نديو 50000. راح نهضر معهم يحبسوا هذا السيارة على رصاير، على 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 امور واضحه، على امور واضحه مش في صالحهم. نطلب ربي ان شاء الله يهدينا روعتهم. امين ان شاء الله. ولو ما جمعش ربي شملهم يهنيهم يركحوا، باش راح يروحوا اللي قلت لك راح يلحقوا الحاله اللي ماشي مليحه. صدقني ولادنا، ولادنا ماشي غير ولادي، يا ولاد العائله كامله. قلت لك حنا رانا في 11 كل واحد عائله. يجي يسرح وليدي يسرح يقول لي واش خي ما داروا والو اليوم، خي ما صرا والو، خي ما جاو. ربي عايشين في مشاكل كبيره. ربي يجيب ولادهم هما ثاني يهزوا يهضروا صغيرات. ايماجين تبارك طفله في عمرها 6 سنين تهز التليفون تعيط لهذه الخال، ماشي خالتها، عمتها، ماشي عمتها، خالت امها، تعيط لها تقول لها هي سرقات الورث. ايماجين توسط قرا سن اولى ابتدائي ولا ثانيه، تعيط لها في الهاتف وتقول لها هي سرقت الورث، يا السحاره سحرتي خانا على هذا كتب لك الورث، على ما كتبناش لينا حنا حتى نكتب لك. درتي لي قضيه تغيره وحسب الامور راهي واضحه. يا ام محمد ربي ان شاء الله ينعت الحق يا رب. انا جيت للقانون، القانون ولجأت للدين باش يعرفوا شكون الصح وشكون الغلط. حسن كاين امر نبهتني ليه الاخر، كاين مشاكل سواء في سورتو خاصه في مسائل الطلاق. نعم والله في مسائل الميراث هذه اننا ندخلوا الاولاد الصغار استعمال كلمه السيده بعض الاحيان يعني. هذه ربي يهدينا على كل حال. شكرا شكرا ان شاء الله. تهز التليفون وتعيط لها تقول لها سحرتي خالي على كسب لك. امر مؤسف. وحتى الشهر فيها دروش عندها بناتها متزوجات راحوا لحقوا. نسال الله العفو والعافيه. شوف جدو حسن قال لها تتنازلينا ولا روح نطعن في بناتك باللي عندهم فاصيم وشي. لا حول لا حول ولا قوه الا بالله. ازواج علم وازواج علم. نسال العفو ام مسر العفو والعافيه يا رب العالمين. ادعي ولا ادعي لنا ربي يا رب يا رب يا رب. شيخ جدو نشكرك انك استعدتك وحضورك معنا في البلاطو، انك دائما تلبي طلبنا. ان شاء الله دائما نشاركوا وهكذا ننصحوا ونوجهوا الناس ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. استاذ ابراهيم جزاك الله خيرا. ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا على الاستشاره القانونيه كانت قيمه ما شاء الله. جزاك بخير. ام محمد نشكرك وكل ربما مشاهدي قناه الوطنيه على الثقه اللي وضعتيها فينا وجيتي حكيتينا قصتك. اما الشيء اللي باغي يقوله جدو حسان كخلاصه للقول، ربما انصح نفسي لان انا بشر، انصح نفسي وكل واحد منا ما نقصدوش برك خاوه ام محمد، نقصد كل واحد اللي ربما راهي موجوده في المجتمع الجزائري. ربما احنا في بعض الاحيان نروحوا للطابع الديني لان الدنيا داتنا. ممكن انسان لو يحسب روحه في عمره 60 سنه لو يحسب شحال عاش في هذه الدنيا باقي تلقى روحه 10 سنين. ناحي رقادك، ناحي مرضك، ناحي وقت خدمتك، ناحي شغالاتك، تلقى راك بدات تنقص نقص نقص في 60 سنه راح تلقى 4 سنين. ما تقدرش في 4 سنين تعيشهم مليح. 4 سنين تعيشهم مليحه. طول خمم. نخاطب بزاف خاوة الأخت أم محمد اللي حب الأخت ما طبت والو. هالشي اللي متوفر لينا، الأخت قالت أنا أخويا توفى أعطاني هذه الهيبة، الهيبة اللي أعطاها لي ما أعطاها ليش ليا، كلفني باش ننفذ وصية ديالو. هذا ماله وماله هذا قال ها وين يروح؟ كاين مال واحد آخر ردوه، لكن هذا المال اللي خصصته ها وين يروح؟ هي راهي تقول لكم هيا نتفقوا، هيا نديروا اليد في اليد وننفذوا هذه الوصيه تاع خويا. ابقى فراك ديه، ابقى زوج دور ديه، ابقى 1000 مليار دوه، لكن هادو نفذوا اقل شيء هذا الانسان اللي راه راقد في قبره. تعقلوا خاطر شي صدقه جاريه، ما تقدرش هذا اخوك ما عندوش والد اللي يدعي له بالخير. هذا الاخ اللي توفى اللي تبكي عليه وكنت واقف في الطريق واقف وتبكي امام قبره وتسلم الناس تعظم له في الاجر. ربي يصبركم، ربي ها صبرت ماك صبر مين على باله. راك طامع انك في يوم من الايام انت او انت ستدخلون الى ذاك القبر، حتى انا سادخل وستكون اطول ليله. اتدري ما هي اطول ليله في حياه البشر؟ هي ليله القبر. يوم يجي سيدنا اسرافيل وينفخ الى يوم القيامه، ماذا تقول للمولى سبحانه وتعالى؟ يوم ينادك المولى من سدره المنتهى ويقول لك يا عبدي ذهبوا
وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك وبقيت لك إلا أنا أنا الله الحي الذي لا يموت. كيدخل قبرك مالك ما يتبعك لأن ما يخشي به طرف قماش ولادك ما يتبعوك لأن تخليهم في الدنيا ولا شيء راح يتبعوك غير الأعمال ديالك لأنك يوم القيامة يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل واحد يقول نفسي يقول نفسي إذا خمم على هذاك اليوم ربما واش راح تقول لم نبدأ نحكي مش راح نسكت لكن الله غالب توقيت البرنامج يتطلب ذلك. لنا موعد في الأيام المقبلة بحول الله تعالى نفس التوقيت ونفس المحطة القناة الوطنية تيبي. مشاهدينا مشاهداتنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.